مساء النور حبيباتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم جيت جبت لكم واحد الدرس جديد اللي هو غادي نخدمو هاد الوريده. هاد الوريده مخدومه بالصوف، بهاد الصوف هادي. حنا غنخدموها اليوم بالكردون، غنشوفوها كيفاش غتجي. الا بغينا شي وريده تكون صغيره، هادي مخدومه بالصوف. شوف كيفاش كتجي مزيونه عند الطبقات. اذا غنخدموها بالكردون. الإبرة رقم واحد، هيا رقم واحد. نبدأ على بركة الله. هذا الكردون راه كان عندي أصلا مبدي، كمل عليه. بسم الله، نبدأ بحال دائما سنيسل. دائما نكملو بهذه الطريقه. غادي نعملو 60 سنيسل، 60 غرزه. من هنا 1 2 3 4 5 6، نكمل سنيسل ونرجع لكم. انا عملت هنايا 60. علاش كنعملو السلسله طويله؟ على حسب باش تجينا وريضه فيها طبقات. الا بغينا ما تجيناش فيها طبقات وبغيناها تجي غير صغيره، كنعملو النصف ديال العدد. هنا نعملو مثلا غير 30 أو 40. اذا ونعملو هنايا، بسم الله، نخليو 1 2 3 4، يعني في السنيسل الرابع كنعملو بريده 3 ديال 4 سنيسل، 3 4، وتكرجعوا في نفس العينين. تكلوا الخيط، تحسبوا 1 2 3 4. أربعة ديال السنيسل ما بين كل بريدة وبريدة، كنرجعو في نفس العينينة كنعملو بريدة أخرى. أو تاني غنعملو الخيط ونحسبو 4 سنيسلات، ندخلو في الرابعة 1 2 3 4. نتمنى تكون واضحة. واحد جوج تلاتة أربعة، نرجعو في نفس العينين. نعمل الخيط غادي نمشي 1 2 3 4. واحد جوج ثلاثة أربعة، نرجعو في نفس العينين. يجينا بهذا الشكل. هذا نكملوا السلسله ونرجع لكم باش نبداو الجزء الثاني. اذا ما بين بريده وبريده 4 ديال العينين، 4 سنيسلات، 1 2 1 2 3 4. هنا ما بين بريدة بريدة 4 ديال السنيسلات، 1 2 3 4، كنرجعو في نفس العينين. هنا الطريق إذن كما قلنا كنعملو هنايا. كنلو الخيط كنجي 1 2 3 4 سنيسل، كندخلو خرجو هاد الخيط، كنعملو بريدة، كنعملو 4 ديال السنيسل، 2 3 4، كنلو الخيط كنرجعو في نفس العينين. كنلو الخيط 1 2 3 4،
صافي كنمشيو هيدا حتى كنكملو هاد الصف. اذا حنايا كملنا الدوره ديالنا الاولى، شنو غنعملو؟ نجيو من الجهه الثانيه، نديرو 3 سنيسل، 1 2 3. غادي نخدمو هنايا في هاد العينين هادي 10 ديال البريدات، 1 2 3. سعود 10، نجيب هاد الشكل، غنجيو هنا هنا مع هانيت، غنعملو بريطة، غنعملو واحد غرزة صغيرة. إذا هاد العينين تلقمنا فيهم 4 ديال السنيسل، هما اللي غنخدمو فيهم 10 ديال البريدات. واحد، هادو هما الوريقات ديال الوردة اللي غنكونو بهم الوريضة. اذا نمشيو بهذه الطريقه، نخليو هذه لا هنا الاول، الخيط كنجيو هنا دير، كتبقى دور بحال هذا الشكل هذا، شفتو؟ يلا نكملو. هنا نزيد معكم هذه الوحده، جوج هنا كنعملو 10 ديال البريدات، جوج 3، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. كنجيو هنا كنلوش الخيط، كنعملو غير غرزة وحدة، صافي نمشيو هيدا. هي أصلا كتبقى تشكل، هي كتبقى دور بوحديتها، شفتو؟ إذا غنجيو في هاد العوينة هاد اللي فيها بريدات بجوج، هنا غنخدمو 10 بريدات أخرين. مي نكمل هاد الدورة ونرجع لكم. صافي راه هذا هو الشكل النهائي ديال، هذا هو الشكل ديال الورده. غنوريكم كيفاش كتجمع وكيفاش غنخيطوها.
انا كملت هذا الدرس الثاني، الجزء الثاني. اذا هنايا تنوقفوا، شفتوا كيفاش كتجي؟ اذا ملي براو الخيط وغنوريكم كيفاش كتجمع. اذا هنايا شنو غنعمل حبيبتي؟ انا جبت هنايا الابرة كبيرة بنفس الكردون، غنجيو لهنا لهاد، يعني انا الاولى غنلوب بهاد الطريقة. هيدا ماشي حتى نساليو عاد نبداو نخيطو، لا كنبداو نخيطو من دابا باش كتجبرنا الشكل ديالها باش ما كتبقاش تهرب لنا. كنكملو عاوتاني بهاد الطريقة، نخليوها مرخية شوية هيدا، وكنخيط عاد. ثاني صافي، صافي هنا كربطو الخيط ديالنا عادي. اذا هاد الوريده يمكن نستعملوها بزاف الاشياء، سريبتات ديال مثلا ملي كنكونو كنسربيو الطبله كنعملوها سريبتات، كنعملوها بزاف ديال الحاجات. اذا هادي هي الوريده ديالنا اللي جات جميله، شفتو كيفاش جات؟ هاديك الورد لي غوز لي كيجي فيه بزاف ديال الطبقات. هادي معمولة بالصوف وهادي معمولة بالكردون. هادو بريدات لي عملت هنايا ديال بحال ديال الطرس، يمكننا نعملهم هنايا. نتمنى يربي يكون عجبكم هاد الموديل ويكون شي صعيب عليكم المبتدئات. طبعا هاد الوريدات كيجيو مزيونين، انا وليداتنا كنعملو بندوق، كنعملو كسيوات، كنعملو ريبيكات، كنعملو بزاف الحاجة بهاد التشكيلات. هادو مخدات كيجيو مزيونين. نتمنى يا ربي يعجبوكم، وموعدنا الفيديو القادم ان شاء الله يا رب. مع السلامة حبيباتي، الى اللقاء.